بدك تقدمي طلب وظيفة بس عم بتواجهي صعوبة بكتابة سيرة ذاتية مميزة؟ مو مشكلة، انت هلأ بين الأيدي الموثوق فيها. أول شي بدي اياكي تتذكري، وبالأحلى أهم شي، هو إنه ما في طريقة صحيحة أو خاطئة لكتابة السيرة الذاتية، بس في أساسيات لازم نتبعها، وهدول هن اللي رح ركز عليهم بهالحلقة. لأني أصحاب العمل بس بيطلعوا على السي في لمدة 6 ثواني، بدك تتأكدي إنها تكون مختصرة واضحة ومنظمة. أول شي لتكون مختصرة، يعني إذا فيكي تلخصي خبراتك العملية لصفحة واحدة فهذا الشي بيكون ممتاز. بعدين لتقدري تكون السي في تبعك واضحة، لازم تستعملي نوع أو نوعين من الخطوط الكلاسيكية، يعني مثلا إيريال أو تايمز نيو رومان، وتستعملي خط ياس 12، هذا الشي بيكون أحسن وأحسن. وكمان لتقدر سيرتك الذاتية تكون منظمة، بدك تخلي كل قسم يكون له عنوان، وهالعنوان يكون خطه أكبر شوي أو يكون أسمك شوي. حنحكي بالتفصيل أكثر عن هالنقاط بعد شوي. يلا خلينا نبلش بكتابة السي في. أول شي من فوق بدك تكتبي اسمك الكامل بخط كبير وواضح، وتحته بدك تحطي عنوانك البريدي والإلكتروني ورقم تليفونك. هلأ بأول قسم بدك تحطي اسم المدرسة اللي تخرجتي منها وكمان الجامعة، بس إذا صار لك زمان عم تشتغلي فاسم المدرسة ما بيعود ضروري، بس ضروري إنك تحطي اسم الجامعة. بالقسم الثاني بدك تحطي خبراتك العملية، فمثل ما قلنا بدك تكوني عم بتلخصي كل شيء، فبدك تحطي بس أسامي أحسن شركات اشتغلتي عندها. بعدين مثل ما فيكم تشوفوا على اليسار بدكم تحطوا كل التواريخ، يعني الأيام والأشهر والسنين اللي اشتغلتوا فيها عند كل شركة. بالقسم اللي بعده بدك تذكري إذا أنت بتعملي أي أنشطة إضافية، مثلا إذا أنت بتلعبي كرة قدم فذكري هالشي، أو حتى إذا بتقومي بعمل طوعي. بعدين بدك تذكري اللغات اللي انت بتعرفيها وكمان هواياتك. ان شاء الله اكون فتكن بمعلوماتي، وكمان انه هاي الحلقة سهلت عليكم كتابة السي في اللي رح تشد اصحاب العمل وتحمسهم لتوظيفكم. تابعونا على انستغرام، تويتر وفيسبوك، عملونا سبسكرايب، وشوفكم الاسبوع الجاي. باي.